أغبى الاستثمار وما أغبى الاستعمار وما أغبى الكيانات المحتلة. لقد فجر ثورة الجزائر فكرة حملها 6 رجال ثم توسعت إلى مجموعة 22 واستشهد من استشهد قبل 62 وقبل أن يبزغ أو تبزغ شمس استقلال الجزائر، ولكنها تلك الفكرة التي اسمها الجزائر التي تريد أن تتحرر من الاحتلال الفرنسي، اسمها الجزائر التي تريد أن لا تندمج مع الأمة الفرنسية، نجحت الفكرة وسقط الاحتلال. حاول الاستثمار الفرنسي قتل 10,000، وأول إبادة جماعية في الكون حدثت في عام الخلية في ولاية الأغواط، حيث دمرت ولاية الأغواط على كاملها بالأسلحة الكيميائية، ولكنها لم تستطع فرنسا أن تبقى في الجزائر. وكم كانت الفترة طويلة بين عام الخلية وبين اندلاع ثورة التحرير المباركة سنة 54، ولكن الأرض لم تروى بدماء الشهداء، فأراد رب العزة ثمنا أكبر وأراد مهرا أكبر من الدماء، لأن الدماء هي التي تسقي شجرة وتسقي نخلة النصر وشجرة التمكين وشجرة دحر الاحتلال.